نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم الرزق مركز كفر سعد بدمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمامهم. النهارده احنا موجودين في قرية أم الرزق مركز كفر سعد محافظة دمياط. القرية بتتشرف بوجود مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الشق العلاجي في هذه القرية عن طريق 12 عيادة تخصصية متنقلة بتدعمنا بها وزارة الصحة، فيها جميع التخصصات الطبية اللي بتخدم أهل القرية بالمجان تماما. قرية تابعة لمركز كفر سعد، القرية داخلة والمركز بالكامل داخل في خطة حياة، في مبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة الفتاح السيسي. القافلة النهاردة بتقدم خدماتها الطبية، معانا 12 عيادة تخصصية، معانا صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة في القافلة. الصيدلية فيها حوالي 160 صنف من الأدوية. القافلة احنا قرية أم الرزق عشان يضمن المبادرة الصحية بنحاول نعوض الخدمة الصحية المنتقصة ونتيجة تطوير الوحدات الصحية. احنا بنتواجد فيها في وقت قليل، كنا هنا من فترة قليلة وبناء عليه بدأنا نعد للقافلة من قبلها بوقت مناسب. بدأنا نشوف الاحتياجات الهارد اللي احنا محتاجينها سواء كان عيادات أو سواء كان أدوية أو مستلزمات. والحاجة الثانية بنبص على الداتا المتوفرة عندنا اللي بنوصل ليها للاحتياجات الصحية اللي بتحتاجها القرية، وبدأنا ان احنا نوفر الاحتياجات بتاعتهم. سواء كان النهاردة عندنا 12 عيادة تخصصية، عندنا المعمل اللي فيه اكتر من 40 تحليل، عندنا الاشعة العادية او الاشعة بالسونار. الفحوصات دي بنوفرها بحيث ان الطبيب يقدر يوصل للقرار السليم تجاه المريض. جيت لما علمت ان القافلة في المستشفى على مويز، جيت كشفت وقاموا بالواجه وقاموا لي بأي ترحيب، وكله كله كله تمام، مفيش أي أعطال، مفيش أي حاجة. من رئيس القافلة للعامل الصغير بتقى الله في دينهم وفي ناسهم وفي المواطنين. ونشكر السيد الرئيس السيسي على عمايله للمواطنين ومتقى الله فينا وفي الإسلام وفي كل الناس اللي حواليه. أنا جيت كشفت بصراحة كشف ممتاز، ونشكر الناس بكل واجب، أي من بكل واجب وكل احترام، وما فيش أي كل يعني حاجة راحة بصراحة، يعني